قالت مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية أن نظام طهران فشل في إخماد الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت البلاد، مشيرة إلى أن التجارب الصاروخية لإيران تستفز العالم بأسره. جاء ذلك خلال كلمتها في باريس أمام مؤتمر الجاليات الإيرانية. طالب المشاركون المجتمع الدولي بالوقوف بحزم ووضع حد للنظام الذي يصدر ويمول الإرهاب، كما عبروا عن دعمهم الكامل للاحتجاجات الشعبية التي تعم مختلف المدن الإيرانية منذ أكثر من عام، داعين إلى مواصلة هذه الاحتجاجات حتى سقوط النظام وعودة الديمقراطية إلى البلاد. معنا من واشنطن عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علي صفوي، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. بداية، عندما تتحدث السيدة رجوي بأن النظام الإيراني فشل في إخماد الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت البلاد، هل هذا يعني أن هناك تواصل بين المقاومة في الخارج وبين الشارع في الداخل وفي تنظيم واضح، وأن هذه المظاهرات ستستمر، أم أنها ربما من فترة لفترة قد تخمد لكنها لن تنتهي وإنما ستتجدد؟ مساء الخير يوسف، وشكرا على استضافتي. في الواقع السيدة رجوي قالت في ألمانيا اليوم أنه بالرغم من كل ما حدث من اعتقالات للعديد من المحتجين والإعدامات التي نفذها النظام، فإنه فشل في كبح المحتجين عن الخروج إلى الشوارع، وهذا هو العام الأول مضى على هذه الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر العام الماضي، وكان هناك احتجاجات ومظاهرات خرجت وأديرت من قبل المحتجين، والمقاومة الإيرانية من الخارج تنسق مع هؤلاء أيضا. وعلي خامنئي تحدث المرشد الأعلى لإيران وقال إن المنشط وبطبيعة الحال هو يعني حركة مجاهدي خلق، يقول إن هؤلاء وسموا عام 2018 وخططوا للفوضى في إيران هذا العام، ويجب أن نستبق ما سيفعلونه في عام 2019، لذلك فإن الاحتجاجات ستتواصل، وهناك إضرابات عمالية حدثت في مدينة خوش في محافظة خوزستان، وكان هناك عمال من المصانع الذين شنوا إضرابا، وكان ذلك في مصانع هي الأكبر في الشرق الأوسط، وكذلك كانت هناك إضرابات في الأحواز التي طالب فيها السكان بإطلاق رفاقهم المسجونين، وهناك احتجاجات في العديد من القطاعات مثل المعلمين والطلبة وكذلك سائقي الشاحنات وما إلى ذلك. كما قالت السيدة رجوي، الوضع متقلب ومضطرب، والنظام الإيراني لا أجوبة لديه عن عدد من المشكلات الموجودة في إيران في القطاع الاقتصادي، وكذلك انهيار العملة الإيرانية التي نقصت 70% من قيمتها العام الماضي. لكن يعني رغم هذا الوضع، نجد أن المتحدثين باسم الحكومة الإيرانية النظام الإيراني مثلا وزير الخارجية جواد ظريف وأيضا الرئيس يعني خاتمي يقولون بأنه يعني يقولون بأنه هناك ممكن لإيران أن تعيش 40 عاما، أو حسن روحاني عفوا كنت أتذكر الاسم، يمكن لإيران أن تعيش 40 عاما تحت العقوبات الأمريكية ولا مشكلة، يعني ينفون دائما وجود مشكلة وأنه يمكنهم الصمود، يمكنهم إيجاد طرق لبيع البترول بأشكال غريبة والصمود ل40 عاما أخرى. من أين تأتي هذه الروح المتحدية هنا؟ بالتأكيد لذلك
هذان الشخصان اللذان ذكرتهما والمسؤولون الإيرانيون يقولون هذا في الأربعين عاما الماضية. كان هناك العديد من العوامل التي أدت إلى صمود النظام الإيراني. أولا قمع الشعب الإيراني وإعدام عشرة الآلاف من حركة مجاهدي خلق، وكذلك السياسة الوطنية في إيران. ونعلم أن سياسة التهدئة من قبل النظام الإيراني، فإن المعارضة الإيرانية وضعت في قائمة الحركات الإرهابية، وكانت هناك هجمات من قبل النظام ووكلائه في العراق وبما في ذلك حكومة المالكي. كل تلك العوامل والحواجز في السابق جعلت النظام الإيراني يبقى ويصمد. وكانت هناك إدارة أمريكية كان لديها مقاربة مختلفة تجاه إيران في عهد أوباما. كانت هناك تنازلات قدمت والآن ولا ذلك العهد. الآن هناك عقوبات قوية ضد إيران، وهناك احتجاجات تندلع ليس في طهران فقط وإنما في 141 مدينة حول إيران. وكذلك قطاعات إيرانية كانت في السابق تدعم النظام الإيراني أصبحت تحتج وتتظاهر. وثالثا هناك المعارضة الإيرانية داخل إيران وخارجها. أضف إلى ذلك أن النظام الإيراني لا حل له للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وهو استنزف الموارد الإيرانية. وأعتقد أن المسؤولون الإيرانيون مثل روحاني وظريف وخامنئي وكذلك الحرس الثوري الإيراني وحديثهم عن خطر الاضطراب الداخلي وكذلك اندلاع الاحتجاجات داخل الأمة برمتها، يعني أنهم قلقون بشأن المستقبل ومتوجسون جدا. ونحن كمقاومة إيرانية نعمل عن كثب وبشكل متضافر داخل إيران ومن خارج إيران حتى يكون هناك دعم من المجتمع الدولي لتغيير النظام. كما قلتم اليوم كان هناك باتريك كينيدي الذي تحدث عما حدث في ألبانيا من قبل دبلوماسيين إيرانيين، وكذلك كان هناك مسؤولون كبار معروفين من الديمقراطيين والجمهوريين الذين يدعمون ذلك القرار الذي يدين العملية الإرهابية لنظام الإيراني ضد معارضي النظام خارج إيران في أوروبا وغيرها. وكذلك كانت هناك مطالبات لجلب الديمقراطية لإيران. وأعتقد أيضا أن خوف النظام الإيراني من المستقبل ومن المقاومة يتمثل في أن هناك مؤامرات إرهابية في أمريكا في واشنطن نفسها وفي أوروبا ضد المعارضين الإيرانيين. ولذلك إذا جمعنا كل هذه التغيرات التي حدثت فلن أفاجأ بأن التغير قد يحدث لا محالة في أقرب وقت ممكن في إيران، وأقرب مما يتصوره الناس وأقرب مما يتوقعه روحاني وظريف حول 40 عاما من الصمود. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علي صفوي. كشف تقرير إيراني عن زيادة حادة في عدد